مستوى الشرق الاوسط كان بيتكلم ويقول ان في دايما منطقه دافيه ومنطقه ساقعه. المنطقه الدافيه دي ان انت بتتخرج بتروح تقدم في انترفيو، بتتقبل في شركه، وبعد كده بتتوظف عادي وتبدا الحياه الروتينيه بتاعتك، تشتغل تروح الشغل، بعد كده ترجع تنام، تروح الشغل ترجع تنام، تبقى مدير، تبقى مهندس عادي، تبقى رئيس مجلس اداره، بس هي دي الحياه الروتينيه اللي هتقابلك. المنطقه الثانيه اللي هي المنطقه الساقعه شويه، ان انت بتدخل مغامره مع الحلم اللي انت بتحلمه. ازاي؟ انت دلوقتي عندك مشروع وبتحول المشروع بتاعك دوت من هو حلم وفكره ان هو حاجه ملموسه على ارض الواقع عن طريق شغل اللي هتتعب فيه في الاول جدا لغايه ما توصل للحلم بتاعك دوت. المنطقه دي ليه منطقه ساعه؟ لانها في الاول مغامره، ايدك على قلبك دايما، عمال تدفع فلوس تدفع فلوس وتفند وتفند، وممكن في الاخر ما تلاقيش حاجه، فهي دي في ريسك كبير ممكن هتاخده في الاول. احنا اخترنا المنطقه الساقعه ديت ان احنا نشتغل فيها ونبدا في شركه اسمها ايروبتك، عملناها كنا طلبه زيكم كده، انا لسه متخرج السنه اللي فاتت على فكره، خريج جديد. اتجمعنا احنا وزمايلنا وشفنا الروبوتس والتكنولوجي بره موجوده ازاي، واحنا هنا فين من التكنولوجي ديت؟ احنا يوزر، احنا ما بنعملش اي حاجه في التكنولوجي ديت غير ان احنا بنستخدمها، بنستوردها ونستخدمها. طب هل احنا ما نقدرش نعمل الكلام دوت؟ لا، احنا نقدر نعمل، احنا بشر زينا زيهم بالظبط، ما نفرقش عنهم اي حاجه، احنا نقدر نعمل دوت فعلا. والدليل المسابقات اللي بندخلها وبنطلع فيها مراكز عاليه على مستوى العالم، مسابقه روبوكون مثلا احنا واخدين فيها تاني عالم على اليابان بفرق درجه واحده بس، فاحنا مش اقل منهم. الموضوع دوت شغل تفكيرنا جدا وبدانا نشتغل عليه. نفند في حاجه زي كده ازاي؟ ازاي نعمل روبوتك ارم اندستريال ونحط فيه الفلوس الضخمه ديت وفي الاخر ممكن نخسر كل ده؟ فابتدينا بخطه مبدئيه ان احنا نشتغل في حاجه اسمها الروبوتكس اكسسوارز. ازاي بنعمل الحاجات اللي موجوده بره بس في مصر، مش موجوده هنا في مصر، وتكلفتها غاليه جدا في الاستيراد، بدانا نصنعها هنا في مصر بنفس الكواليتي بسعر اقل، وبقت ميد ان ايجيبت من اي تو زد، الماتيريال والديزاين والمانيفاكتشر. والحمد لله دي بدانا فيها في المكنه مويل، الروبوت اللي انا جايبه معايا، بس مش هنقدر نشغله دلوقتي، ممكن نشغله بره علشان السيراميك، بيشتغل على الارض بلاط او سيراميك. احنا عملنا المكنه مويل ديت وجربناها وبدانا في عجل شكله غريب شويه، ده اسمه مكنه مويل. طب ده بيعمل ايه في الروبوت؟ الروبوت ممكن يتحرك قدام ويرجع ورا ويلف زيه زي اي روبوت تاني، اي عجل تاني، انما العجل اللي احنا عملناه دوت يقدر يخلي الروبوت يمشي بالجنب. بره بيعملوا العجل دوت وبيستخدموه فين؟ شركه اسمها اير تراكس، دي بتستخدم المكنه مويل في الفورك ليفت، علشان الفورك ليفت يقدر يدخل الستور ويتحرك سموث جدا، يدخل على الحاجه اللي هو عايزها بالظبط، يقدر يشيلها ويخرج بيها تاني، فهو وفر مساحه اكبر في الستور يحط فيها برودكتس ليه. دي الحاجه التانيه، ممكن يستخدموها في كراسي المعاقين، المعاق ممكن يتحرك بالكرسي بجنبه وعنده فليكسبيليتي ان هو يتحرك في اي دايركشن. طيب الحلم بتاعنا مش بس ان احنا بنعمل عجل، بنعمل مكنه مويل، لا، احنا عايزين ندخل الاندستري نعمل اندستريال روبوتس، نعمل اوتوميشن سيستم في الاندستري، ده ممكن يغير الصناعه في مصر ويخليها على مستوى الصناعه في الدول الكبرى فعلا. احنا بنشوف مصانع بي ام دبليو اللي كلها روبوتك ارم، مفيش بني ادم بيحط مسمار في عربيه البي ام، في المصنع بتاع بي ام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نقدر نعمل دوت. احنا بدانا بس من 6 شهور، عملنا المكنه مويل وعملنا الدبل اومني ويلز، والحمد لله حققنا فيها نجاح، ودلوقتي بنبدا حلمنا فعلا ان احنا هنروح مصنع نعمل خط انتاج بالكامل ميد ان ايجيبت من اي تو زد، الديزاين والمانيفاكتشرنج كله ميد ان ايجيبت. طيب من كل الرحله القصيره قوي ديت احنا استفدنا حاجات كتير قوي. اول حاجه التيم وورك اللي احنا بنشتغل بيه، التيم وورك اللي احنا بنشتغل بيه مش شرط يكون شاطر وبيعمل كل حاجه،
انما اهم حاجه في التيم ورك والناس اللي هتشتغل معاها انها عايزه توصل لنفس الحلم اللي انت عايز توصله، علشان هتقدر تكمل معاك المشوار من بدايته، لان بدايته فعلا صعبه جدا. احنا كنا اول تيم عملناه كنا اربع افراد، اشتغلنا شويه على المكنه، بس كل واحد راح في سكه تانية. ليه؟ لان هو كان عايز يجمع فلوس بسرعه شويه علشان يبدا بقى يكون نفسه ويدخل الروتين اللي اتكلمنا عليه في الاول. اتفك التيم، وبعد كده جينا عملنا تيم تاني من ثلاث افراد. التيم ده فعلا يعني ممكن نقول مش شاطرين قوي، انما الحمد لله الحمد لله اتعلمنا وقدرنا نعمل المكنه مويل ديت. دي اول حاجه عايز اقولها لكم في الانتربرنور او الشغل في المنطقه الساقعه اللي اتكلمنا عليها في الاول. الشغل في المنطقه ديت ممكن يوصلنا بعد كده ان شاء الله ان احنا ننافس الشركات اللي بتعمل السيستمز ديت على مستوى العالم، وان شاء الله يا رب نوصل لده. احنا في وقت قصير قدرنا نحقق حاجه صغيره، وان شاء الله ان شاء الله كمان خمس سنين باذن الله اسم اي روبتك هيبقى ان شاء الله في معظم المصانع المصريه. انا مش عايز اطول عليكم، انا بس كنت عايز اعرفكم باي روبتك وفترتها الصغيره اللي احنا بدانا فيها، وان شاء الله يعني ممكن بره القاعه نشغل الروبوت، واللي عايز يجرب الروبوت يعني يجي بره القاعه يجرب. تمام، شكرا جدا ليك.